هذا هو الفيرازانو بريدج، بصوره من الجهة الشمالية من الجسر عند مغيب الشمس. في هذا اليوم 5/11/2010 من شواطئ نهر هدسون أنقل لكم هذه الصورة الحديثة لهذا الجسر العظيم الممتد ما بين ستاتن آيلاند من هذه الناحية وهذه الناحية المقابلة لبروكلين نيويورك. وهذا طبعا نهر هدسون يلتقي في المحيط مع المحيط الأطلسي تحت الجسر مباشرة. وهذه الجزيرة أمامنا هي جزيرة كوني آيلاند في بروكلين. المسافة 2.5 ميل، 2.5 ميل تقريبا بحدود 4 كيلومتر ما بين القنطرة والقنطرة هاي من ناحية ستاتن آيلاند إلى بروكلين. هذه منطقة بروكلين وإحدى البواخر هاي طبعا مبينة للتحميل. والشمس تعكس صورة الشمس مباني منهاتن. وإذا تطرقنا إلى اليسار قسم من ستاتن آيلاند وبعده بيكون نيوجيرسي. هذه هي من المناطق السياحية في ستاتن آيلاند، بنقلها لكم من شاطئ المحيط أو نهر هدسون عند لقائه مع نهر هدسون. بيوت أنيقة نظيفة على هذه الجزيرة، في هذه الجزيرة من ستاتن آيلاند. نورث لونانا أوهايو، هذا كاتبين أسامي الولايات بس لا أدري إيش هو. تكساس، فيرمونت، واشنطن، ويسكونسن، وايومينغ، ويست فيرجينيا، فيرجينيا، أوتاوا، تينيسي، ساوث كارولاينا، بنسلفانيا، أوكلاهوما، نورث داكوتا، نيويورك. هذا كل هون وورد وور نيكولاس دي ماتي. أعتقد هذه ذكرى القادة في الحرب العالمية الأولى والثانية، in memory of Matthew Bueno، ولد في 28/6/1942
وتوفي في سنة 1968. Please take a moment to remember Matthew. He and all of America's war dead gave their lives for their country, for freedom and for you. لا تنسى, don't forget. Korean War, Vietnam War, Matthew Bueno. هاي كارب يمر على من على سواء منهاتن في نيويورك. والبنايات عاكسية الشمس, مغيب الشمس لهذا اليوم ولهذه الساعة اللي هي 6:45 مساء. إلى اللقاء, والسلام عليكم ورحمة الله.